منذ 3 سنوات وأزقة الحويجة تشكو الظلام وملف الكهرباء كاد ينسى. محطة المظهورية التي تزود أكثر من 300 قرية ومركز القضاء بالطاقة نالت نصيبها من الدمار جراء العمليات العسكرية وتخريب داعش للمؤسسات الخدمية، يراد لها أن تعود للحياة تمهيدا لعودة النازحين. انطلاق التيار الكهربائي إلى هذا القضاء من هذه المحطة بعد جهود كبيرة وكذلك تضحيات قامت بها كل الأجهزة الساندة سواء في شرطة الكهرباء أو الجهد الهندسي للقوات المسلحة في الحماية والتأمين وإزالة العبوات، بالإضافة إلى كل الفرق التي تعمل من كل المديريات في إعادة الخط الذي كان متضرر ضرر كبير. والبنية التحتية للمحطة كانت متضررة جدا، فالصعوبات اللي لاقينا بها خاصة بالخطوط لأنه هو منطقة كلها ملغومة، وجهد هندسي كان بالبداية متواضع والطرق كلها يعني ملغمة بشكل كامل. ملف عودة النازحين لا يقتصر على إعادة البنى التحتية فقط، فالقضاء لا زال يضم مناطق لم تصلها عمليات المعالجة الهندسية لتطهيرها من القنابل والصواريخ المحلية. تم السيطرة على هاي الأكداس عن طريق الإبلاغ وعن طريق المسح اللي قمنا به وفي المعهد التقني في قضاء الحويجة، وعن طريق عندنا مستشفى، المستشفى التركي قيد الإنشاء، استخدموه كورش مال تصنيع أسلحة. ويبقى جهد إيصال النور إلى القرى ورفع مخلفات داعش مستمرا كي لا يبقى ما يعيق عودة الأهالي إلى القضاء. للشرقية نيوزاتيلا الأغا كركوك.